شباب شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. اول فتحة للرومانيات، شوفوا شباب، هن الرومانيات من جني وياهن تيدي نيشان ذاك، شوفوا هذا تيدي، فشكلت الرومانيات نسيت التيدي، فتحت الباب كان يطلع، والله هيك صعد وقف 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 وقف، قلت راح يروح، والله عاد شوية نزل، كان اروح شكله طلعتهن، بس عندنا الزبيري صعد فوق، الزبيري صعد فوق، هذا الزبيري شنو شباب؟ أول طلعة إله أنا قلت هذا ما يطير، قلت ما يطير هذا الزبيري، يابا قبل طفر طفرة شباب، ما حط رجله بالقاع، هذا البزرق، الطيور كلها شكلتها شباب. طيور كلها شكلتها، راح انصب لنا هسه مسبح. هاي الزبير ابو الزبيريات، هاي الزبيريات 2 3 4، وراح اجيب لك بعد فد 10، بس خلي ينزل هذا، اذا ما ضاع هذا الفوق خير ان شاء الله، اذا ما ضاع هذا ابو العلم ابو البصمه، هذا احلى واحد بيهن. حلوات الزبيريات، بس الرومانيات احسن زايدات، مع العلم كلهم طماطه حلوات، كلهم طماطه حلوات الرمانيات، بس احس احنا عندنا يعني شباب ما لهن داعي جبت هناني، فاللي يريد ان الرمانيات ابيع له يا شباب 17 او 18 واحد، كلهن حمر وطيور على المطيار، به النيليات، به هذا النيلي قافل، لان في نيليات قافلات، طفر في نيليات قافلات، والبقيه كلها طماطيات، يعني نبيحن ذني كلها مصبغ هيك صبغ، شوفوا شباب اليدين 18 طير تكب 10,000، يعني سوي 20,000، كل الحمر شباب، كل عيون سود، وكلها يعني طيور مطيار مو هيك، تمام، طيور مطيار كلها طماطه حلوه، ابيحن حساني اخذت اللي استعجلت، ما اعرف معنى انه طيور تخبر شباب، شوفوا خاف عبالكم ما حلوه، طيور تخبر، شوفوا هذا رعاش، شوف 1 2 رعاشات 3 4 5 6 7 8 9، كلهن طماطة، كلهن طماطة شباب، وخفيفات مو هيك طيور مال المطيار، لنا كان ويان هذا تيدي مبقي لنا، شوفوا شباب هذا طيور تخبل، هنطلع لرافل، لرافل قصقصتهم وذبيتهم، اي 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 اي، ادري شنو السالفه، غير قاصص عداني، مو هاني شنو صوتي، هاني ما انزل زايد بالقص، هاني صوتي ما انزل زايد بالقص، انا لو حافت حفه قويه وما تصعد الدريشه هواي احسن. هذا ان تروح تطفر هاي الطيره اللي تنزل، هلا اجيب شويه اكل شباب، سالفه تخوف والله، تجي تشلع مين نجيب طيره، نوبه طيره، البارحه افتريت الكسره كلها ماكو هيك طيور، المفروض شوي اقصها زايد، سدني خواتن والله نفس القصه، كلهن نفس المقص، تعال هي طبت البريش، تعال بس خلي شويه اقصها شباب، حياتها هاي، شوف هاي الرومانيات كلها حلوه شباب، كلها طماطم، شوف الرافل شباب شلون حلوه، يراد لنا فد 10 هيك بعد، حلوات والله البلايج كلش حلوات، انا ذني طيره وفحل وذاك كنا طيره وفحل، يعني هسه احنا جبنا شباب، جبنا الزبيريات وجبنا الاراف الاراج وجبنا الرمانيات، الرمانيات نطلعها ان شاء الله، ها والزناقي، هاي طيره زنقيه البارحه جبتها هو فحل ذاك جوا، هذا مين هذا؟ والله ما ادري،
خلنا نصب المسبح شباب. شوفوا العرافل شلون صفطن واحد وصف له. خبلن شباب شلون جماعه كلش حلوه. شوف هذا الفحل اللي بقاهم كلش حلو. انطب جوا. هذا تيدي فحل هايج مي جاته نزوجه ونطيره. بلكي يوقف. شوفي تحت الماي جني قبل يشربن ماي هاي سبحان لرافي. ظاهر ما شاربات مي. ظاهر ما شاربات مي يعني شباب. رافة حلوة. رافة كلش حلوة هاي الرافي. هذا الزبير يكون ينزل. الرافة والزبيريات انا هم عجبني صراحة. أريد افتح اشكال الزنق بس اقول خاف يضيع اللي يخبوا شباب. بس خلي هو ما طول مطورد هسه يومين ثلاثة نفتح اشكاله. خلي تنمل الصينية. خلي المي هيك كان طلع البقية. سبحان سبحان انا يعتبر اني مو موجود. خلي اطلع خواتش. واحد اثنين ثلاثة رافل طلعن بعد رفل. وين جوز طالع ما ادري بيعني جوز طلع. اي هاي طلعن. اسد الباب انا طلعت ايدي هم يسبح. طلعت ايدي اصلا. وين التيدي ذاك طلع. بس هاي شوية واقحة البقية ما بيهن شي. هذا تيدي الا مألف أليف. ما اشوف ايش تيدي. انه ما متعشى طبعا. بس ذاك الزبير يكون ينزل ذاك الفوق مشنقل فوق مشلب. الزبير نزل شباب. هذا يا احلى شيء عجبني بهاي الطيور اللي هسه جبتها الزناقي فحل والطيره والعرافل والزبيريات. الزبيريات كلش حلوه بس الزبيريات ثلاث طواير وفحل. ثلاث طواير وفحل الزبيريات. اللي سبحان اني صار هواي ما فاتحين المسبح. بس لازم اضل قاعد يمن لان هاي اكو بزونه بعدها تصعد واكو هر اسود دا يصعد. ما ادري القديمه نفسها رجعت لان اخوي ذاب بسوق الدوره يمنا قريب عن بيتنا. مو كلش قريب بس يعني ما اتصور نفسها. صور هذا الفحل لان اثنين. فاذا هاي لازم هم نصب له مصيده وهم تعلزمه. شباب نزلت طبعا شويه ورديت صعدت لقيت الفرخات طايره. اخذت لي غفه انا صدق اخذت لي غفه والله شباب. لقيت الفرخات طايره الرمانيات طايره ذني جد تمزين لملمتهن فوق وجوا وما ادري شنو. بقى هسه هذا المكعكه المشلي فوق ما يقبل ينزل والبقيه طببتهن. بس نقص عندنا فرخات والله شباب. بس هذا جياته استوى بين. هذا واحد والله هذا قوي بس اتصور ضيعت واحد لو اثنين. اتصور ضيعت واحد لو اثنين من هاي الطيور. شوفوا هذا جياته ما اعرف ينضع. بعد عندنا واحد لو اثنين. اخويا يقول نزل واحد من خوات هاي الطيور يعني احتمال بعد بس واحد. والله ما ادري يا شباب. اي والله باكر اشيك نحسبهم. بس طارا بشوف هذا شباب وين هذا المصبوغ ابيض. هذا ياته هذا الابيض. لا مو هذا ذاك.
والله شباب هو ويا خمسة يمكن هي من هاي الطيور صار لك بالأفلاك ايش نقاط نقاط ظليت أنقل 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 بس طيور لا طيور ضربتها طشرتني النوبة صعدا للسماء شباب خمسة هن صعدا للسماء قام ينزل واحد واحد هذا بالله ثقة هذا اللي راح وجبناه هذا شوية يعني مأمن حطين اثنين مأمنات هذا سوى هذا اللي هسه قلت لكم عليه والله شباب بالسماء واقف فوق البيت ما له علاقة نهائيا ما له علاقة طير ثابت بل فوق البيت لحد ما شوية شوية نزل بلا ما نقله بلا ما تعب روحي جا حط على الستارة لكن الثنين لا والله ظلني هاوشن ما ادري فطلعت ورجعت اخويا قال نزل واحد وما اعرف بعد يعني ضيعنا واحد ما ضيعنا الله اعلم بس اكيد يعني واحد ضايع 100% بس اذا واحد نعمه اذا واحد نعمه رمانيات بالقوه لميتهم شباب ما ادري شو انا البارحه ما نايم انا البارحه بالاربعة نمت مدري بثلاثة نمت ما ادري شلون وقعدت من الصباحيات فهسه انا ما نام بالظهر فخلت لي غفه ما ادري شلون صارت هذا يا تجي اقول بلكي يبين هذا اللي راح حرام خوش فرخات ليش خوش فرخات والله بس هذا معين الاخ يشبهه الاخ هذا اني ما لا تخ صاحبنا احمد ابو سالي 18 فرخه جبنا 22 بعت اربعه ما ادري خمسه منهن مو بقينا 18 قبل كم يوم حسبتهن باقات 15 يمكن يعني ضايع ها وجبنا هذا جبنا هذا من السيديه يعني 16 ضايعات اثنين كان من يمهن واحد تذكروه بالبدايه طار راح حتى ما لحقنا نصو ما لحقنا نشطله ما لحقنا نقذيله ظل يهوش اربع خمس ايام طبعا النقويات في سوء المكان اللي يحكم والله شفت واحد ناشرين بالتيك توك السطح مالته بس مو بالعراق بالخليج شباب شو اقول لكم من انا الفد 20 30 متره نزال ويعني عرضه والواجهيه مالته يعني فد شيء عجيب غريب مسرح اعلى من انا بنلقى للبيتونه ويطير بحديقه دائره ما دائره نخله ماكو قاع مفتوحه مزرعه من الطول للطول ذابله بال 300 فرخه ما تجي هذا ما تدري يصير عنده طير ويتونس ارقى طيور تصير يمه مكان مفتوح وحلو وهمين كلهم مربطين مخيطون يخيطون الجنح ذول اهل الخليج مخيط الجنح كله وذابهن بال 300 فرخه ما 250 فرخه ومكان يونس وقاعد يتفرج طير يطير وين يروح غصبا مع الخشمه يرجع لمكانه يعني حتى لو وين يهوش بس يفتر راسه بالعلو يشوف سطحه ينزل خلاص وين يعني احنا بيئه تصبيت تصبيت كل شيء ما تفتهم منه في القمله كل شيء ما تفتهم منه هذا يعاني يعاني يلا يجاوب ينشلع قلبه يلا يلا يجي عود ينزل ويهرب الله يساعد نعم تجي مال مناطق مفتوحه بس انا دا احاول بينا نقول اخر محاوله بلكي يصفى شيء منهن نتونس عليهن بعد ريشه فرخات ما اشتري هن بذني وها هي هذا مخش فرخ هذا كل الذكي شباب عيني اذا احد يريدهن الرمانيات ابيعهن طيور طير ومخرجه وكلها حمر خل اراويكم اياها خاف احد يريدهن وياهن هذا المكعكه اللي ذا نزل وياهن خل اراويكم البقيه بس الرمانيات كلهن حمر شباب شوفوا ما شاء الله هاي اثنين حتعادل هاي ثلاثه هاي اربعه خمسه سته سبعه 8 9 هاي 10 11 هذا جوه 12 14 15 شي احلى من شي شباب شوف هاي شوف
شوف ظني ظني ثلاثة يسوون 50,000 والله بذني الثلاثة يسوون 50,000 بذني بالعافية علي ياخذهم شباب اللي يريد نخلي يتواصل وياه احنا ذني 16-17 تكفيز قد يطلع عنه خلي ياخذهم بالعافية علي حلة زايدة جيب لهم طواير اي شيء زوجين وطيرين ذكيات كل الذكيات عيني هذا الفرق مالتنا وينه هياته حاط هياته حاط هذا المصبغ شوف هذا ما صبغته غير لون قمت تميزه عن البقية هياته حاط هذا شو بقى عندنا ما اعرف والله شو بقى ما بقى والله ولا ادري ولا ادري انا ما حاسبهن لازم احسبهن واشيكهن بالمضبوط هسه عندنا سيت ولا كانوا اثنين انصابوا تمرضا هذا واحد اخو رايح السيت ولا هذا عيونه انسدت ودا حارشهن وقمت ذب روحه بعد ما اجى بالله بنات ال 14 وين؟ بنات ال 14 عندنا فرختين حياتي الموجودات هذا واحد وهذا واحد موجودات بنات ال 14 هذا المكعكة نزل عجوع والله شباب والله شباب ذكيات كلش وخوش رمانيات بس امانة الله انا راح اطلعهن لان يعني ما احس محتاج سطح رمانيات هسه تفهموني يعني احنا نجيب وجوه جديدة وجوه جديدة نجيب احسن هذا هو يطب هسه يا مجال الطب وما تعبنا يا ترابة حلو خوش رمونة تفهموني شباب يعني انا احسن ما اجيب رمانيات بعد او مثلا اجيب لي نكمل الارافل نسوي لنا وجبه مال ارافل حلوه صح لو غلط فما اشوف السطح يحتاج هيك طيور بعد حلوات ويخبلن والوان كلين الوان يعني صعب جزء انت تشتري كومه كامله جزء ما تلقى لك هيك ثلاثة طيور بيها هيك حمر تاخذ لك 40 50 طير ما تلقى بيها هالقد طيور حمر وين ماخذ لك 16 كوين حلوات او 17 كوين حلوات فان فرصه حلوه بالنسبه يعني طيور حلوه بس ما محتاجها انا هسه اشتريتها والله هيك يعني ما اعرف خليتها وخر ابوها طيور نشطه وقويه ومقطع المطيار يعني انا شايفه بعيني مالتها مو خاف على بالكم طيور ما تطير لو هاي بس انا نقول له طلعها نكمل نجيب نكمل ارافل وزبيريات حتى هذا البرج ارافل وزبيريات وعندنا تور ارافل زبيريات وعندنا حمر ويصيركم تنويع حلو يعني انا اشوفها هيك افضل وارتب هذين الاربع شوام راح اطلعهن ابيعهن لان صاحيات كل شوامين بس بعد ما يفيدن نبيعهن الاربع شوامل نسويهن طبعا بدلت مايل الطيور كملت الخانات ما عندنا شيء عشيت كل الطيور بذني اخرني لاني صعد انا ما اعرف اكون انقص او لا صراحه ما متاكد باكر افرزنهن احسبهن نكتبن على الحائط كم تك عندنا باقي اعزل الفرخات اشيل الشوامل منهن المسكي اشيله اذبه ويا عدو ذني الزناق والهاي بقي بس التيادي هناك الفرخات شوف ايش قد باقات ايش قد العدد الكلي حتى نفتهم ايش نضيع ايش بقي ايش زينة الأمور مو زينة يلا شباب عيني وصلنا لنهاية المقطع اشتركوا بالقناة لايك وتعليق وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم جميعا